السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم أستاذ صبر ياسين وهذه قناة سبيشال ويستيب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله نحل مع بعض تمارين على درس زمن المضارع التام، تمارين الجرامر على الدرس الثالث والرابع من كتاب جاينتس العمالقة للعام الدراسي 2024. ريت على مخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. ولابد اول مره تشوف القناه يشرفني جدا اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره ثانيه، يلا بينا نبدا. بسم الله، هنبدا اول حاجه بتمارين ليفل 1 المستوى الاول، exercises on present perfect، تمارين على زمن المضارع التام. أول جملة عندي بتقول I not English recently. recently معناها حديثا أو مؤخرا، ودي أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. هناخد have studied اللي هو زمن المضارع التام، والجملة معناها أنا بدرس اللغة الإنجليزية مؤخرا. لو لاحظنا في الجملة اللي بعدها جاب المفعول اللي هو اللغة الإنجليزية وحطها في أول الجملة، بقت English not recently. هاخد نفس الزمن ولكن في المبنى المجهول، فهقول English has been studied recently، اللغة الإنجليزية تدرس حديثا بواسطتي يعني. Number 3 she not any meetings since she came here. الإجابة هتكون hasn't attended. عندي طبعا قاعدة بتقول كل بيجي فيها زمن مضارع تام غالبا بيكون الزمن منفي وبعدين سينس وبعدين بيجي بعدها جملة ماضي بسيط، واوقات ممكن يجي مضارع تام. الجملة معناها هي لم تحضر اي اجتماعات منذ ان اتت الى هنا. Number 4 she not to the market she will be here soon. الاجابة هتكون has gone. و has gone to معناها ذهب الى مكان ولم يعد بعد، لسه مرجعش يعني. الجملة معناها ان هي ذهبت الى السوق، هي سوف تكون هنا قريبا، لسه هترجع يعني. Number 5 I am so happy I got a medal for writing poetry. الإجابة هتكون have won. ألاحظ ان ده حاجة حصلت في الماضي ولها اثر موجود في الحاضر. الاثر اللي موجود اللي هي الجملة اللي بتقول انا سعيد جدا، يا ترى ايه السبب اللي خلاني اكون سعيد جدا؟ هو ان انا فزت بميدالية في مسابقة او في كتابة الشعر، فده شيء حدث في الماضي وله اثر موجود عليا في الحاضر. الاثر اللي موجود عليا ان انا سعيد جدا، يبقى الحاجة اللي حصلت ان انا فزت بميدالية. Number 6 Where is the book I gave you? What not with it? الإجابة هتكون What have you done with it? الجملة معناها يعني أين الكتاب الذي أعطيته إياك؟ ماذا فعلت به؟ طبعا أنا اديتك الكتاب في الماضي، فأنا بسألك عنه دلوقتي، بقول له أنت عملت فيه إيه؟ What have you done with it؟ ما ينفعش أستخدم What are you doing؟ لان دي بتعبر عن حاجه بتحصل الان، فالكتاب انا اديته لك في الماضي، فهو لو معاك دلوقتي انا هسالك انت بتعمل فيه ايه دلوقتي، انا مش هسالك عنه. What have you been doing برضو نفس زمن الاستمراريه، بتعبر عن حاجه بتحصل بدات في الماضي ولسه بتحصل لحد دلوقتي، فهو لو معاك دلوقتي انا مش هسالك عنه. What had you done دي بتعبر عن حاجه حصلت قبل الماضي البسيط ده، فانت لو خدت الماضي التام معناها ان انت عملت حاجه في الكتاب قبل انا ما اديهولك اصلا، فده مش منطقي. فالاجابه الاصح هتكون What have you done. Number 7 many people not up reading the science fiction books recently. الاجابه هتكون have grown، لان انا عندي كلمه recently من الكلمات الداله على زمن المضارع التام، والجملة معناها كثير من الناس يعني have grown up reading، كبرت وهي بتقرأ قصص الخيال العلمي أو كتب الخيال العلمي.
Number 8. Everything is going well. We not any problems so far. الإجابة هتكون haven't had، لأن عندي كلمة so far من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام ومعناها حتى الآن، والجملة معناها كل حاجة ماشية على ما يرام. نحن ليس لدينا أي مشاكل حتى الآن. Number 9. This is the most difficult situation I got. الإجابة هتكون I have ever faced، وطبعا بستخدم زمن المضارع التام اللي هو have faced مع كلمة ever مع وجود صفة تفضيل عليا اللي هي the most difficult اللي هي superlative. يبقى تاني بنقول زمن مضارع تام مع وجود كلمة ever مع صفة تفضيل عليا، والجملة معناها هذا هو أصعب موقف واجهته في حياتي. Number 10. It not a year since I met Saif. اللي طبعا الإجابة هتكون is. قبل بس ما أشرح النقطة دي هقول كمان المسألة اللي بعدها معاها. It is هنا بقى it has been. It has been 2 weeks since I last met Sara. طبعا الإجابة هتكون since I found Sara. نشرح بقى الجملتين مع بعض. It is أو it has been، سواء دي أو دي، الاتنين دول ممكن يجي بعدهم فترة زمنية وبعدين since وبعدين جملة ماضي بسيط. تعال نشوف ال it is الأولى أهي، أدي it وأدي is وبعدين فترة زمنية وبعدين since وبعدين جملة ماضي بسيط، ده الفعل الماضي البسيط. الجملة التانية طبعا دي has been أهي اللي أنا قلت عليها دي، it has been وبعدين فترة زمنية وبعدين since وبعدين جملة ماضي بسيط اللي هو found الفعل اللي احنا اخترناه. فدول قاعدتين تحفظهم، الفعل اما يكون بالشكل ده it's او الصورة المختصرة كده هي دي هي دي، او it has been او تتكتب مختصرة زي ما هي في الجملة بتاعتنا كده. فالابوستر في اس دي اختصر لكلمة has مش is. نمبر طب معنى الجملة الأولى اللي هي رقم 10، معنى الجملة الأولى رقم 10 مر سنة منذ أن قابلت شريف، والجملة رقم 11 معناها مر أسبوعين منذ آخر مرة اتصلت بسارة. نمبر 12 I not my pen friend yet. yet من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام وبتجي في الجملة المنفية، يبقى هنختار haven't met أو أكبر اللي بتجي في الجملة الاستفهامية. Number 13. Tamer is not hungry because he not a big lunch. الإجابة هتكون has eaten. طبعا دي حاجة حصلت في الماضي. هو إن تامر تناول big lunch، وجبة غداء كبيرة، فلها أثر موجود عليه في الحاضر إن هو is not hungry، ليس جائعا. دي حاجة حصلت في الماضي ولها أثر موجود في الحاضر. Number 14. أحمد نقط a lot of health problems since he started living in that polluted city. الإجابة هتكون has had، وطبعا ده زمن المضارع التام، والقاعدة بتاعته قلناها من شوية، جملة مضارع تام اللي هي الأولى اللي هو ده، بعدين since وبعدين جملة ماضي بسيط، والجملة معناها أحمد بدأ يكون عنده مشاكل صحية أو كثير من الله كثير من المشاكل الصحية منذ أن بدأ العيش في هذه المدينة الملوثة. Number 15. They not what to do for the holidays yet. الإجابة هتكون haven't decided، وزي ما قلنا يت من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام. Number 16. I have studied French. طبعا أنا موجود عندي زمن المضارع التام أهو. طب إيه الكلمة اللي ممكن أستخدمها في الجملة دي؟ ينفع استخدم كلمة lately، ينفع استخدم كلمة recently، لكن ما ينفعش استخدم yet لأن yet بتيجي في الجملة المنفية زي ما قلنا من شوية، يبقى الإجابة هتكون be and see. ودلوقتي مع تمارين level 2 المستوى الثاني. Number 17. Sally has been working here not. الزمن المستخدم عندي في الجملة has been working اللي هو زمن المضارع التام المستمر. هختار طبعا for 6 months لمدة 6 أشهر. الجملة معناها سالي بتشتغل هنا بقالها 6 شهور.
ما ينفعش تستخدم سينس 6 مانث لان السينس بيجي بعدها بدايه الفتره الزمنيه، بينما فور بيجي بعدها الفتره الزمنيه كامله او المده الزمنيه كامله زي ما هي موجوده كده زي ما احنا اخترناها. ممكن استخدم سينس 6 مانث لو زودت لها في الاخر كلمه اجو. واحد يقول لي يا مستر طب ما احنا كلمه اجو ده اللي على المدى البسيط، لا سينس مع فتره زمنيه مع اجو ممكن استخدمها مع زمن المضارع التام او المضارع التام المستمر. طب 6 مانث اجو لوحدها ما تنفعش لان هي كلمه دل على المدى البسيط، ده 6 مانث دي مالناش دعوه بيها. نمبر 18 اتس 2 ييرز نوت جو. لسه قايل لكم شويه اتس وبعدين فتره زمنيه وبعدين سينس جمله مدى بسيط، يبقى انا هختار سينس جمله مدى بسيط. ادي المدى البسيط اهو موجود في كلمه سو، ودي كلمه دل على المدى البسيط هي كلمه لاست، بس هي انا مش معناها الماضي معناها اخر مره. والجملة معناها على بعضها مر سنتين منذ اخر مرة رأيت جو. نمبر 19 finally my mother knows how to use the internet now she can send emails. الإجابة هتكون has learned. الجملة بتعبر عن حاجة حصلت في الماضي ولها اثر موجود في الحاضر. ايه الحاجة اللي حصلت في الماضي؟ ان امي اتعلمت كيف تستخدم الانترنت. طب ايه الاثر اللي موجود؟ اللي ناو هي تستطيع ان ترسل بريد الكتروني او رسالات بالبريد الالكتروني، ده الحاجه اللي موجوده، ده الاثر اللي موجود. نمبر 20 everybody got a chance to talk in the conference. كلمه everybody طبعا من الضمائر الغير محدده زي nobody somebody anybody everyone someone no one anyone، الحاجات دي بيجي بعدها فعل مفرد. فانا لو بصيت في الافعال اللي موجوده عندي في الاختيارات الاقي will given دي جمع وhas been given دي جمع، فاضل عندي المفرد has been given وhas given، واحده مضارع تام مبني للمعلوم وواحده passive مبني للايه؟ للمجهول. هختار المبني للمجهول لانه انسب من ناحيه معنى الجمله، والجمله معناها كل شخص اعطي فرصه لكي يتحدث في المؤتمر. لكن لو انا خدت ده هقول كل شخص اعطى فرصه لكي يتحدث في المؤتمر مش هتنفع، يعني هي بالبلدي كده كل واحد خد فرصته يتكلم في المؤتمر. نمبر 21 many of today's great writers not as teachers. الإجابة هتكون زمن المضارع التام have also worked. والجملة معناها كثير من الكتاب العظام هذه الأيام عملوا أيضا كمدرسين، يعني في فترة من فترات حياتهم. ما ينفعش استخدم زمن المضارع المستمر اللي موجود هنا ده مضارع مستمر، لان المضارع المستمر بيعبر عن حاجه بتحصل الان اثناء لحظه الكلام. فازاي هو هيبقى كاتب عظيم وفي نفس الوقت اللي هو كاتب عظيم يعني هيروح يشتغل مدرس؟ مش بقى من مهنه المعلم، ولكن يعني هو هيبقى في غنى عن انه يشتغل مدرس لانه كاتب عظيم يعني له دخل كبير. also works ايضا يعمل، المضارع البسيط اللي هنا بيعبر عن حقيقه دائمه، وده طبعا مش حقيقة موجودة في كل الكتاب، وبقول many of today's مش كل الكتاب، وطبعا ممكن تكون حاجة بتحصل دلوقتي وده طبعا مش هيتناسب برضه مع معنى الجملة. الماضي التام بستخدمه لما يكون في حاجتين حصلوا في الماضي والحاجة اللي بتحصل في الماضي التام تبقى حصلت الأول، وده مفيش داعي لها خالص، مفيش داعي لها خالص في الجملة بتاعتنا. نمبر 22 nothing like this has not happened to me. الجملة بتعبر عن خبرة، مش خبره في شغل، لا هي خبره اللي هي اكسبيرينس. يعني الجمله بتقول لا شيء مثل هذا، لا شيء مثل هذا قد حدث لي من قبل. هو عاوز يقول كده has ever happened to me، مفيش حاجه زي دي حصلت لي قبل كده، يعني بيعبر عن ان الحاجه دي لم تحدث ابدا له، ودي برضو من احد استخدامات زمن المضارع التام. كل الكلمات اللي موجوده في الاختيارات كلمات داله على زمن المضارع التام، ولكن انسب واحده هي كلمه ever. never طبعا نفي، وعندي في الجملة نفي اللي هو كلمة no في كلمة nothing، طبعا نفي مع نفي يديني إثبات، فمش هينفع استخدم never. number 23 the last time I saw her was a week ago this means a lot. بيقول في الجملة آخر مرة أنا شفتها كان منذ أسبوع. آخر مرة شفتها من أسبوع، ده معناه إن أنا ما شفتهاش بقالي أسبوع، ده معنى الجملة I haven't seen her for a week، انا ما شفتهاش بقالي اسبوع. نمبر 24 he hasn't played tennis since he was in the club last week this means that not.
بيقول هو ما لعبش تنس منذ ان كان في النادي الاسبوع اللي فات. ما لعبش تنس من ساعة ما كان في النادي، يبقى اخر مرة لعب كان في النادي من اسبوع. يبقى ده معنى الجملة، he last played tennis in the club a week ago، يعني اخر مرة لعب تنس كانت في النادي من اسبوع. عندي بعد كده رقم 25 بيقول فيها it started to rain at 2 o'clock and it is still raining. This means بيقول انها بدأت تمطر الساعة 2 ولسه بتمطر، يبقى ده معنى انها بتمطر من الساعة 2 لحد دلوقتي، وده معنى الجملة it has been raining since 2 o'clock، انها تمطر منذ الساعة 2. هنا بيقولك بقى don't get confused، ما تتلخبطش وعندك تمارين على 4 وسنس. الفرق ان 4 بيجي بعدها المدة كاملة وسنس بيجي بعدها بداية المدة الزمنية. نمبر 26 she has been writing her novel لـ 2021، الزمن المستخدم مضارع تام مستمر ودي بداية مدة، يبقى هستخدم سنس. نمبر 27 we haven't seen him not over a year، كلمة a year معناها عام، يعني ده مدة زمنية كاملة، يبقى انا هستخدم 4 a year. over معناها اكثر من، يعني لاكثر من عام، لمدة اكتر من سنة يعني. نمبر 28 it is exactly 4 years not I last played football، دي قلتها قبل كده، it's فترة زمنية وبعدين سنس وبعدين جملة في زمن الماضي البسيط. نمبر 29 I haven't seen him at the war، the war ده noun بيعبر عن حدث، والحدث ده بيعبر عن بداية مدة، يبقى انا هختار سنس. الجملة معناها انا ما شفتوش منذ الحرب، يعني منذ بداية الحرب. نمبر 30 علي has lived abroad not his birth، نفس الكلام على الجملة الاولى، هو نفس الكلام هنا، his birth ده noun بيعبر عن حدث، الحدث ده بيعبر عن بداية مدة او بيسوي كأنه بداية مدة يعني، فهنا هستخدم سنس. والجملة معناها علي عاش بالخارج او عايش في الخارج منذ ميلاده، من يوم تاريخ ميلاده يعني. نمبر 31 May has been in the last week، هنا بستخدم بقى ايه 4. لو شلت زاد اهي هستخدم سنس. يبقى احنا كده نركز معايا شوية، سنس لاست بستخدم سنس لاست لو جاي بعد لاست فترة زمنية، لو جاي بعد لاست فترة ايه؟ فترة زمنية. ممكن استخدم سنس ذا لاست، ممكن استخدم سنس ذا لاست بس لو جاي بعد ذا لاست دي حدث، وممكن اقول في بعض الجمل يعني سنس ذا لاست تايم وبعدها جملة ماضي بسيط، جملة ماضي بسيط. ده بالنسبة للحاجات اللي بتيجي بعد سنس، يبقى عندك سنس لاست فترة زمنية، سنس ذا لاست حدث، سنس ذا لاست تايم جملة ماضي بسيط. طب بالنسبة لفور، فور ذا لاست فترة زمنية، وبس على كده. خد بالك بقى من الحاجات بتاعت سنس. نمبر 32 I have had an interest in literature not at the age of 16، هنا استخدم سنس. سنس is the age of، منذ عمر السادسة عشرة، يعني بداية مدة. والجملة معناها أنا عندي اهتمام بالأدب منذ عمر السادسة عشرة، برضو بداية مدة. كلمة how long بيجي معاها حرف الجر فور، فور how long، ما ينفعش يصادم معاها سنس. الجملة اللي بعدها he has been training hard not at the last Olympic games، شوف هنا عندي the last Olympic games ده نون بيعبر عن حدث، يبقى انا هستخدم سنس. Olympic games اللي هي الالعاب الاولمبيه. نمبر 35 it's good to see you again we haven't seen each other not a long time، طبعا هنا بستخدم فور معناها لوقت طويل، لمده وقت طويل، لمدة وقت طويل، يعني هو ما ينفعش استخدم سنس لان الوقت الطويل ده عبارة عن مدة كاملة مش بداية مدة. نمبر 36 when have you lived in your home،
طبعا هنا بستخدم حرف الجر since when، منذ متى. number 37 she left London 10 years ago and I haven't heard since، not then. هنا بستخدم since لان since مع then معناها منذ ذلك الحين. الجملة معناها هي تركت لندن منذ 10 سنوات ولم أرها منذ ذلك الحين. number 38 May is tired not she has been working hard all day. هنا بقى استخدم since، ولكن since هنا جاي بمعنى آخر، هنا معناها لأن مش منذ. الجملة معناها May متعبة لأنها كانت تعمل بجد طوال اليوم. number 39 not the last meeting we haven't seen each other again. خلاص عندي هنا كلمة the last وبعدها ايه noun بيعبر عن حدث، طبعا meeting معناها اجتماع، يبقى انا هستخدم since. منذ اخر اجتماع لم نرى بعضنا بعضا. number 40 he has had 3 or 4 temporary jobs since last school. since كمان ممكن يجي بعدها، بنسى تقولها، ممكن يجي بعدها verb ing، والفيرب ing هنا كان بديل الجملة ده since he left school، فالجملة كان أصلها كده حذف الفاعل والفاعل المدى البسيط خلاه فيرب ing بقت leaving. number 41 نقط بدر and فاروق have been friends not childhood. بيقول ان بدر وفاروق أصحاب، طبعا childhood هنا معناها الطفولة، برضو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بداية مدة، فهنا بستخدم since. والجملة معناها ان بدر وفاروق كانوا اصدقاء منذ الطفولة، بيعبر عن ايه؟ كلمة الطفولة بتعبر عن بداية المدة، بداية المدة بتاعت الصداقة بتاعتهم. عندي بعد كده تمارين برضو على الفرق ما بين have gone و have been، have been to او have been in. number 42 علي نقط school he has just arrived home. الإجابة هتكون has been to. لو هذهب وعاد، عرفت ازاي معاد؟ قال he has just arrived، لسه واصل. number 43 my father isn't here he know at his office. الإجابة هتكون has gone to، والأبي ليس هنا، يبقى هو راح ولسه مرجعش، has gone to. number 44 ندى نقط Alex for 2 weeks she is coming back next Sunday. بيقول سوف تعود الاحد القادم، يبقى هي لسه ما رجعتش، يبقى الاجابه هتكون has gone to. بس انا ما عنديش has gone to، انا عندي has gone بس، وعندي had gone كمان، مش دعوه خالص. دي هينفع اخد has gone من غير to؟ لا مش ينفع، فمش عندي غير has been to و has been in. has been to معناها ذهب وعاد، طب هي لسه ما رجعتش، طب لسه هترجع لحد اللي جاي، فمش عندي غير has been in. طب يعني has been in يعني متواجدة في ندى، موجودة في اسكندرية بقالها أسبوعين. number 45 have you not looked for since you were born. شخص بيسأل حد يعني، فالتاني رد عليه قال له of course I have always lived here. الإجابة هتكون have you been in. قلنا لسه have been in دي معناها موجود فيه، بيقول انت موجود في الأقصر منذ أن ولدت، أنت موجود في الأقصر عايش فيها من ساعة ما اتولدت؟ قال له طبعا أنا طول عمري أو أنا دايما عشت هناك. number 46 my father not in London for more than 4 years I really miss him very much. لو بصيت فوق كده بعد النقطة هتلاقي حرف الجر إن، يبقى هو كده وفر عليا في الاختيار، يبقى اللي فيها تو ده اهي واللي فيها تو ده اهي، الاتنين دول مش هينفع. وانا ما عنديش has gone in، انا عندي has been in اللي انا كنت لسه متكلم عنها من شويه في الجمله رقم 44 و45، وقلنا has been in معناها متواجد في مكان. طب لو ما كانش عندي in موجوده فوق، كانت موجوده هنا تحت، لو كانت موجوده تحت كانت دي تنفع، وكانت الاولى دي كمان تنفع. number 47 واو have you done your work not. الاجابه هتكون already اللي بتعبر عن الدهشة لما بتيجي في نهاية السؤال أو الجملة الاستفهامية، والجملة معناها ياه هل انتهيت من عملك للتو، يعني أنت بالفعل خلصت شغلك. هنا اللي بيسأل مستغرب أو مندهش.
تعال نشوف نمبر 48 بيقول فيها I can't believe it، انا مش قادر اصدق. Have you got the four marks؟ نقط. هنا برضو بيعبر عن الدهشة والاستغراب، بيقول انا مش قادر اصدق انت حصلت على الدرجات النهائية بالفعل. نمبر 49 Have you eaten your meal؟ بص بقى في الاجابة بتاعت الشخص اللي اتسأل، قال نو، اجابة سلبية، نو I am still eating. هنا اللي بيسأل هيستخدم yet لان هنا مفيش دهشة ولا استغراب، هو هنا متضايق، بيقول انت لسه ما خلصتش اكل؟ قال لا انا لسه باكل. فهنا بما ان الاجابة بالنفي، فهنا وفي يعني ممكن يكون في احتمال شعور بالضيق من السائل، فانا بستخدم yet. لما لو كان الشخص اللي بيسأل مستغرب، تعالى كده نشوف رقم 50 بيقول ايه. بيقول له have you eaten all the food؟ نقط. هل اكلت الطعام كله بالفعل؟ نكمل بقى الجملة، بيقول له فيها you must have been very hungry، ده اكيد انت كنت جعان جدا. هنا هو مش متضايق، هو هنا بيستغرب ازاي هو قدر يخلص الاكل ده كله بسرعة، هنا بتعبر عن الدهشة. فممكن already وكلمة yet ييجوا في نهاية الجمل الاستفهامية، ولكن كل واحدة منهم بيكون لها معنى معين. فأوريدي بتعبر عن الدهشة والاستغراب، بينما yet بتعبر عن الضيق من عدم انقضاء الحدث. نمبر 51 شي نقط فوتبول for about 5 years، هنا هستخدم زمن المضارع التام المستمر، لان عندي هنا ده مضارع تام ولكنه ما ينفعش لان شي بتاخد هاز، فلو كان ده هي هاز كانت تنفع، وده مضارع تام بس مبني المجهول، هي اقول هي لعبت كرة القدم ما تنفعش. طبعا مضارع بسيط ما ينفعش لان عندي هنا تعبير دال على زمن المضارع التام اللي هو فور وبعد مدة زمنية، وجبل معناها هي بتلعب كرة القدم بقالها دلوقتي تقريبا 5 سنين. نمبر 52 no information not to the new staff yet. طيب انا عندي yet قلنا بتيجي في الجمل المنفيه والاستفهاميه، طبعا الجمله دي كده اخرها فول ستوب، يبقى الجمله انا عاوزها نفي. طب نبص في الاول الجمله نلاقي في كلمه no، الجمله اصلا منفيه، وبما ان الجمله اصلا منفيه ما ينفعش اخد معاها not اللي موجوده تحت هنا دي، لان ده هيبقى نفي وفوق في نفي، ونفي مع نفي اثبات، يبقى دي مش نافعه ودي مش نافعه. فرض عندي has given يا has been given، information يعني معلومات، يبقى كده الجمله هتكون has been given، مفيش معلومات اعطيت الى هيئه الموظفين حتى الان. ما اقولش ما ينفعش اقول مفيش معلومات اعطت، لان المعلومات مش هتعطي، المعلومات بتعطى، فانا عاوزها مبني للمجهول. نمبر 53 احمد نقط تايبنج 3 ريبورتس، التعبيرات الداله على العدد او الكميه بستخدم معها زمن المضارع التام، ما ينفعش استخدم معها زمن المضارع التام المستمر. فكده هقول احمد انتهى من كتابه 3 تقارير. نمبر 54 اي نقط ماي كوليجز فور ماني ييرز ناو، فور مده زمنيه مع كلمه ناو بيخليني محتاج زمن المضارع التام المستمر، ولكن الفعل اللي موجود عندي في الاختيارات هو الفعل نو، اللي هو من الافعال التي لا توضع في الازمنه المستمره، فانا ما ينفعش اخد هاف بين نوينج، فانا هختار هاف نون هو زمن المضارع التام البسيط. نمبر 55 ندى نقط فور 35 years and she is still married now، فور مده زمنيه وبعدين الجمله ده هي she is still مع كلمة now، برضو بيخليني محتاج زمن المضارع التام المستمر، ولكن الفعل المستخدم marry اللي هو يتزوج ما ينفعش استخدمه في زمن المضارع التام المستمر، فانا هستخدم زمن المضارع التام البسيط اللي هو has been married، وطبعا married هنا صفة معناها متزوج او متزوجة، والجملة معاها ان ندى متجوزة بقالها دلوقتي 35 سنة ولا زالت متزوجة، ما ينفعش اختار has been marrying بتتزوج والمسألة دي هي يعني تبقى مستمرة، لا ما ينفعش خالص خالص. نمبر 56 you are out of breath، انت نفسك مقطوع عمال ينهج يعني، ف
هسأله أقول له have you been running، هل كنت تجري؟ طبعا ما ينفعش استخدمها have you run، هي زمن المضارع التام البسيط، لأن هنا استخدام زمن المضارع التام المستمر أنسب، لأنه بيعبر عن إن الشخص ده لما كان بيجري استمر فترة طويلة، فأنا عاوز ما يوحي بإن الحدث ده استمر فترة طويلة وله أثر موجود عليه إن هو عمال ينهج ونفسه مقطوع. عندي بعد كده تمارين تانية على اللينكينج ووردز اللي هي الروابط المستخدمة في المضارع. Number 57 we won't be able to live on Mars until we got enough water there. الإجابة هتكون have found. until من الروابط الزمنية جاي قبل منها ماضي بسيط اسمه مستقبل بسيط منفي، يبقى أنا محتاج بعد منها مضارع بسيط أو مضارع تام، فأنا هختار have found لأن هو المضارع التام اللي موجود. والجملة معناها لن نكون قادرين على أن نعيش على كوكب المريخ حتى نجد ما يكفي من المياه هناك. Number 58 after she not cooking the food she will set the table. الإجابة هتكون has finished. وزي ما قلت من شوية إن الروابط الزمنية بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، فأنا خدت المضارع التام. have finished المضارع التام مش هتنفع عشان she بتاخد has ما بتاخدش have، والناحية التانية موجود زي ما قلت مستقبل بسيط. Number 59 I'll go to bed as soon as I know my homework. ألاقي عند الرابط أو as soon as معناها بمجرد أن، ليه قبل منه المستقبل البسيط، يبقى أنا محتاج بعد منه المضارع التام أو المضارع البسيط، هختار do اللي هو المضارع البسيط، لأن المضارع التام اللي موجود عندي اللي هو has done ما ينفعش مع I، لأن I بتاخد have ما بتاخدش has، والجملة معناها أنا سوف أذهب إلى النوم وبمجرد ما أخلص الواجب بتاعي. Number 60 he not come until I have found him. الرابط هو until جاي بعد منه مضارع تام، يبقى أنا محتاج إيه؟ تمام مستقبل بسيط منفي اللي هو شبه الجملة رقم 57. Number 61 I won't be able to read it because I got my glasses. الإجابة هتكون have lost. واحد يقول لي تمام عندي مضارع بسيط اهو لوز ما ينفعش استخدمه، ليه؟ انت مش لسه قايل ان انا ممكن استخدم مضارع بسيط او مضارع تام؟ حصل، ولكن في وجود رابط من الروابط الزمنية، لكن كلمة بيكوز دي مش من الروابط الزمنية، دي من روابط السبب اللي بتعبر عن السبب. الجملة معناها انا لن اكون قادر على القراءة او مش هعرف اقرأه لاني ضيعت النظارة بتاعتي. يبقى انا هنا بتكلم عن حاجة حصلت في الماضي اللي هو ان انا ضيعت النظارة ولها اثر موجود عليا دلوقتي ان انا مش قادر اقرأ الحاجة اللي انا عايز اقرأها. Number 62 after I have finished my work I am at home. الإجابة هتكون I will go. ودي after جاي بعد منها مضارع تام، والناحية التانية محتاجة أنا زمن الإيه؟ زمن المستقبل. I will go. going to go برضو مستقبل، ولكنها ما تنفعش من غير ما يكون قبل منها am. I am going to go. Number 63 no one not spoken to me like that before. الإجابة هتكون has ever. وطبعا أنا قلت من شوية إن كلمة no one someone anyone اللي هي الضمائر الغير محددة بيجي بعدها فعل مفرد، وطالما بيجي بعدها فعل مفرد يبقى أنا have never مش نفعة و have ever مش نفعة. فاضل عندي has never و has ever. قلت never نفي وانه كمان نفي، وما ينفعش سواء نفي مع نفي لأن نفي نفي إثبات، يبقى الإجابة هتكون has ever. طب has ever دي بتعبر عن ايه؟ has ever spoken الجملة ذات نفسها بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن experience، حاجة ما حصلتش قبل كده. كنت انا برضو اتكلمت عن جملة شبه دي في نفس الفيديو اللي احنا فيه ده، قلت ان دي حاجة هو بيقول لا احد قد تحدث الي بهذه الطريقة من قبل، يعني بيقول ان الحاجة دي ما حصلتش قبل كده معي. Number 64 Jana not her key she can't get into the house. الإجابة هتكون has lost. طبعا هنا جانا ضيعت مفاتيحها، هي مش قادرة تدخل البيت، حاجة حصلت في الماضي اللي هو ضياع المفاتيح ولها أثر موجود انها مش قادرة تدخل البيت. لو كنت خليت كانت لكودنت كان ينفع اخد هاد لوست، ساعتها كده اخد هاد لوست، ما ينفعش اخد هاز لوست لو هنا كودنت. نمبر وده طبعا اللي موجود في المسألة بعدها ما خدتش بالي، جانا نقط هيركي شي كودنت جيت انتو ذا هاوس، طبعا هنا
كان تخليها couldn't فهنا اختار الماضي التام had lost. Number 66 My phone not very well since I dropped it last week. My phone hasn't worked. يعني بتقول الموبايل بتاعي ما بيشتغلش كويس منذ أن أوقعته الأسبوع الماضي. يبقى since بيجي قبلها جملة مضارع تام وبعدها جملة ماضي بسيط. ولكن هنا اللي ممكن تلخبطك شوية وجود كلمة last week، ولكن last week مرتبطة بالجملة اللي هي موجودة فيها I dropped it أنا أوقعته الأسبوع الماضي، فما تخليهاش تلخبطك وتروح ناحية الماضي التام. Number 67 I haven't been here for what اللي جابها هتكون for years، يعني أنا مش موجود هنا بقالي سنين. ما ينفعش استخدم any years لمجرد ان الجملة منفية. Number 68 أحمد is starving not he has eaten nothing for two days. الإجابة هتكون since هنا معناها لأن، مش معناها منذ. بيقول أحمد يتضور جوعا يعني بيموت من الجوع لأنه أكل لا شيء يعني ما كانش حاجة بقال يومين. Because of بتعبر عن السبب ولكن ما تنفعش لأنه because of بعدها noun أو verb ing، لكن لو كنا شلنا of كانت because تنفع. Number 69 وآخر مسألة موجودة معنا في الفيديو You can answer the question not you are a clever student. Since برضو هنا الإجابة أو هيكون معناها لأن، والجملة معناها أنت تقدر تحل السؤال ده لأنك طالب شاطر. ما تنفعش طبعا for ولا recently ولا already، كل ده ملوش علاقة بالإيه باللي احنا عايزين نقوله. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ياريت عجبكم الفيديو ما تدخلش عليه بضغط زر اللايك وتشارك الفيديو مع زمانك على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. شكرا جدا.